ودلوقتي بنبدأ معاناة جديدة. المفروض ان احنا نطلع كوبري 116 سلمة. احنا رايحين المستشفى يعني عديناهم، ومفروض ان احنا كمان واحنا رايحين 116 زيهم، يعني يقولوا 232 سلمة. ومفروض ان هو اجباري اصلا ان احنا نطلع، فدعونا يا جماعة في طريقنا. طلعت الكوبري يا جماعة لسه عندنا تقريبا بتاع 4 سلالم بس، دعونا نكمل بقى. طلعت الحمد لله، ناس مش كتير. فحسيت ان انا مش قادرة اخد نفسي، هموت بجد. الموقف صعب اوي لسه، يعني فاضل لي بتاع 11 تقريبا سلمة او اكتر، مش قادرة اخد نفسي، حاسة ان انا هموت والله. بص ورايا ازاي، بس انا مرجعتش. وكده نبقى خلصنا الكوبري وخلصنا مشيتنا وخلصت يا جماعه الفيديو كده النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناه، كومنت واشعارات عشان تشوفوا كل جديد. يا جماعه